هدول قادرين يديروا البلد؟ وين خبرتهم ومعرفتهم بحماية الوطن؟ هدول مجرد صبيان حلموا حلم وفكروا إنهم قادرين يحققوه. اي نعم يا سيادة المحقق، هدول بيمثلوا السوريين وبيمثلني كل سوري لسه ما فقد الأمل إنه سوريا قادرة تمشي لمستقبلها. بتمثلني كل أم دفنت ابنها شهيد وعم تربي ابنه على عزة النفس. بيمثلني كل طفل راحت إيده أو عينه أو رجله ولساته عم يبتسم. بيمثلني المهجرين يلي قاعدين بخيام اللجوء عم يستنوا اللحظة ليرجعوا فيها لسوريا ويزرعوها ويبنوها. بيمثلني رجل الدين يلي قال أحب بعضكم أو لا تنازعوا فتذهب ريحكم. بيمثلني السياسي يلي ما صار لا بأيادي أجنبية ولا بأيد السلطة مشان مكاسب شخصية. بيمثلوني الشباب يلي ما باعوا حالهم وضحوا بأغلى ما عندهم ليحموا حالهم ويحموا سوريا، ورفضوا الرشوة ورفضوا الانتماء لأجندة خارجية.